مرحبا واهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الأطفال. اليوم سنقدم لكم قصة الثعلب في مجلس القضاء. انت اسكتي دقيقة، ساحضر في الفيديو الثاني. قبل البدء لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. هيا نبدأ. سأعود لاحقا. سأذهب وأكل أي شيء أريد. وأنا كليلة ودمنة، الحلقة الرابعة، محاكمة دمنة. اذهبي من هنا. اشتاق الحكيم بيدبا لقاء الملك دبشريم، فقصد القصر واستأذن فأذن له ومثول بين يدي الملك مقدما له التحية اللائقة. فقال الملك: اشتقنا إليك أيها الحكيم. الحكيم: وأنا اشتقت إليك أكثر يا سيدي. بعد الترحيب بقليل قال الملك: يا بيدبا، أنسيت أن تكمل سرد قصة الأسد ودمنة والثور؟ بيدبا: لم أنس يا سيدي، وإني أذكر أننا توقفنا عند كلام دمنة الذي زين للأسد قتل شطربة، وها هو ما جرى بعد ذلك. حين قتل الأسد شطربة ندم على قتله وذكر أنه كان أكرم أصحابه عليه وأكثرهم حكمة وأحسنهم خلقا وأقربهم منزلة إليه، وكان من أخص أصحابه عنده بعد الثور والنمر. فاتفق أنه أمسى النمر ذات ليلة عند الأسد، فخرج من عنده في جوف الليل يريد منزله، فاجتاز على منزله كليلة ودمنة، فسمع كليلة يعاتب دمنة على ما كان منه ويلومه في النميمة واستعمالها مع الكذب والبهتان. عرف النمر عصيان دمنة وغدره وافتراءه وكذبه على الأسد. عاد النمر فدخل على أم الأسد فأخذ عليها العادة ألا تبوح بما يخبرها به، فعاهدته بذلك. ولما أصبحت أم الأسد دخلت على ابنها فوجدته كئيبا حزينا ومهموما. ها أنا من الذرات. أم الأسد: ما هذا العم الذي غلب عليك؟ الأسد: يحزنني قتل شطربة، إذ تذكرت صحبته معي وما كنت أسمع منه إلا خيرا. أم الأسد: ابحث في نفسك، هل ترى ضميرك يشهد لك أن الذي فعلته بالثور كان عدلا أو ظلما؟ الأسد: إن صح ما تقولين فلم أقتل الثور إلا ظلما، فقد بحثت في نفسي فلم أجد فيها إلا ما يدل على براءة شطربة. أم الأسد: هذا خطأ عظيم، كيف أقدمت على قتل الثور بلا علم ولا يقين؟ ولولا ما في إذاعة الأسرار من الإثم وأقبح العيب لذكرت لك وأخبرتك بما علمت. الأسد: إنه من كتم شهادة ينصر بها مظلوما كان عقابه عند الله عظيما، وإن وراء سرك أمرا خطيرا، فهل لا أخبرتني؟ ثم قصت أم الأسد جميع ما ألقاه إليها النمر من غير أن تخبره باسمه، فثبت عند الأسد ما فعله دمنة، فاستدعى أصحابه وجنوده، ثم أمر أن يؤتي بدمنة، فلما أحضره نكس الأسد على رأسه إلى الأرض مفكرا، فالتفت دمنة إلى بعض الحاضرين. دمنة: ما الذي حدث؟ وعلى ما اجتمعتم؟ وما الذي أحزن الأسد؟ أم الأسد: أحزن الأسد بقاؤك ولن يدعك بعد اليوم حيا. دمنة: وما الذي حدث من أمري حتى وجب به قتلي؟ أم الأسد:
إنه قد بان للملك كذبك وخديعتك في قتل الثور. ديمنته: لقد صدق من قال: كلما ازداد الإنسان في عمل الخير كان الشر إليه أسرع، وهذا الأمر شبيه بشأني، لأني حملني حب الملك ونصحي له أن أطلعه على سر عدوه الخائن، وإن الملك قد شاهد منه ذلك وظهرت له علامات التي ذكرتها له، وأهذا جزائي منه أن أقتله؟ هيا. لما سمع الأسد قول دمنة أمر أن يخرج من عنده حتى يفكر في الأمر وحتى لا يعود إلى العجلة والندامة. شكر دمنة الأسد ودعا له. دمنة أيها الملك لا تسرع في قتلي، وليبحث الملك عن أمري حتى يتبين له صدقي، فإن الباطل قد يختلط بالحق حتى يتشابها، فلا يجعل الملك في أمري بشبهة ولو كانت لي 100 نفس أتلفهن في سبيل ما يحب مولاي لرضيت بذلك. أحد الجنود لم ينطق بهذا لحبه الملك، ولكن ليخلص نفسه ويلتمس العذر لها. ابنته: ويلك، وهل في ذلك عيب؟ وإذا لم ألتمس لنفسي العذر فمن يلتمسه؟ لقد ظهر منك الحسد والبغضاء، وما لم تقدر على إخفائه فمثلك يصلح أن يكون مع البهائم أم الأسد؟ قد عجبت منك أيها المحتال في قلة حيائك وكثرة وقاحتك وسرعة جوابك لمن كلمك. دمنته: لأنك تنظرين إلي بعين واحدة وتسمعين بأذن واحدة، وإني أرى كل شيء قد تنكر لي حتى لقد سعوا علي إلى الملك بالنميمة. أم الأسد: ألا تنظرون إلى هذا الخبيث الغادر مع عظم ذنبه كيف يجعل نفسه بريئا كمن لا ذنب له؟ دمنته: الغادر هو الذي لا يأمن عدوه مكره، وإذا تمكن من عدوه قتله على غير ذنب. أم الأسد: أيها الغادر الكذوب، أتظن بقولك هذا أنك تخدع الملك فلا يسجنك؟ دمنته: الكذوب هو الذي يقول ما لم يكن ويأتي بما لم يقل ولم يفعل، والملك يعلم أني لو كنت كاذبا لم يكن لي جرأة وشجاعة أن أتكلم هذا الكلام بين يديه. أم الأسد: ما أدهاك؟ ولم تقدر أم الأسد على الجدال مع دمنتي فنهضت فخرجت فدفعت الأسد بدمنة إلى القاضي فأمر هذا بسجنه. ولما حل الليل أخبر كليلة أن دمنة في السجن فأتاه مستخفيا فلما رآه على تلك الحال بكى. كليلة يبكي: يا لحزني عليك يا صديقي، كم أخبرتك وحذرتك من عاقبة أمرك، ولكن الكبرياء دخلت فغلب على عقلك المكر والاحتيال، وإن ذنبك عظيم وعقاب الأسد شديد وأليم. دمنة المغرور بدهائه وفصاحته: لا عليك يا صديقي، فأنا دمنة، إن كنت خدعت الأسد والثور معا فإني قادر على أن أخدع الأسد وحده. كليلة: يا لغرورك، كيف تكون نهايتك؟ كان بقرب دمنة فهد أسود سجين يسمع كلامهما ولا يريانه، فعرف إقرار دمنة بسوء عمله وعظيم ذنبه فحفظ المحاورة بينهما.
وعندما حل الصباح نادى الأسد بالنمر وهو صاحب القضاء، فلما حضر قال له ولعمه العادل الجواس الأسد: اجلسا في موضع الحكم وناديا في الحيوانات صغيرهم وكبيرهم أن يبحثوا عن أمر دمنة ويثبتوا ذنبه أو براءته مما نسب إليه. وحينما سمع النمر والجواس كلام الأسد خرجا من عنده واتصلا بكافة الحيوانات لعل أحدهم له حجة يشهد بها على دمنته. شعر الملك بالإرهاق والملل فاستوقف الحكيم ورجاه تأجيل ما بقي من القصة إلى وقت آخر. النهاية. ها هي أسئلة في المعنى وقواعد اللغة وأجوبة الأسئلة المقدمة في آخر القصة السابقة. النميمة. النهاية. ها قد عدت يا أصدقاء، قد نهرت. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة جديدة من قناة الأطفال. إلى اللقاء.